السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنبدأ مع بعض شرح قصيدة غزلية، ونشرح قصيدة غزلية في أرقام علم الحديث. علم الحديث من أشرف العلوم، هو علم مفيد جدا في أي علم، حتى لو بتدرس كيمياء فيزياء تتأكد إن الشخص ده هو اللي قال الكلام ده ولا لأ، يعني العالم الفلاني هو فعلا قال الكلام ده ولا نصب ليه بالخطأ. طيب، القصيدة في مصطلحات علم الحديث، وهي جميلة جدا وسهلة جدا، وهتلاقي لذاذة كده وانت بتسمعها. طيب، القصيدة قالها شهاب الدين أحمد بن فرج الأشبيلي، بيقول إيه بقى؟ غرامي صحيح والرجا فيك معضل، وحزني ودمعي مرسل ومسلسل. عشان ناخد بالنا، صحيح ومعضل ومرسل ومسلسل دي أسماء مصطلحات في علم الحديث، تمام؟ فهو بيحطها لك بحيث ان انت تبدا تحفظها، نبدا نشرحها، نبدا نركز على كلمه معينه وهكذا. غرامي صحيح والرجا فيك معضل، وحزني ودمعي مرسل ومسلسل، وصبري عنكم يشهد العقل انه ضعيف ومتروك، وذلي اجمل، ولا حسن الا سماع حديثكم، مشافهة يمنى علي فانقلوا، وامري موقوف عليك وليس لي على احد الا عليك المعول، ولو كان مرفوعا إليك لكنت لي على رغم عزالي ترك وتعدل، وعزل عزولي منكر لا أطيعه، وزور وتدليس يرد ويهمل، أقصى زماني فيك متصل الأسى ومنقطعا عما به أتوصل، وهنا في أكفان هجرك مدرجا تكلفني ما لا أطيق فأحمل، وأجريت دمعي فوق خدي مدبجا، وما هي إلا مرجتي تتحلل، فمتفق جسمي وسهدي وعبرتي، ومفترق صبري وقلبي المبلل، ومختلف وجدي وشجوي ولوعتي، ومختلف حظي وما منك أمل، خذ الوجد مني مسند ومعنعنا، وغيري بموضوع الهوى يتحلل، وذي نبز من مبهم الحب فاعتبر، وغامضة إن رمت شرحا أطول، عزيز بكم صب ذليل يعزكم، ومشهور أوصاف الحب التذللي، غريب يقاس البعد عنك وماله، وحقق عن دار الخلا متحول، فرفقا بمقطوع الوسائل ما له، إليك سبيل لا ولا عنك معدل، فلا زلت في عز منيع ورفعة، ولا زلت تعلو بالتجني فأنزل، وري بسعد والرباب وزينبا، وأنت الذي تعنى وأنت المؤمل، وأنت الذي تعنى وأنت المؤمل، فخذ أولا من آخر ثم أولا، من النصف منه فهو فيه مكمل، أبر إذا أقسمت أني بحبه، أهيم وقلبي بالصباه مشعل. طيب، احنا النهاردة هناخد أول كلمة اللي هي صحيح، غرامي صحيح. لو أنت فهمت صحيح هتلاقي كل اللي جاي سهل، تمام؟ هي الفكرة كلها في إن أنت تفهم صحيح. طيب، هو بيقول لك غرامي صحيح. الغرام هو نوع من شدة الحب، بس شدة الحب القاسي اللي فيه عذاب، ان عذابها كان غرامة، تمام؟ فهي كلمة لما واحد يقول لواحد انا هغرم بيكي، معناها انا بتعذب بسبب حبك، تمام؟ يعني كلمة في مصطلحات كتير، كلمة حب وعشق وهيام وغرام، كل كلمة من دول ليها معنى مختلف. العرب ما بتقولش مرادفات على الفاضي، كل واحده بتبقى ليها معنى او بتضيف حاجه لو استخدمت الكلمه دي. احنا للاسف بنستعمل اي حاجه في حاجه، بس هي الغرامه وشده الحب مع العذاب. طيب، خلينا نتكلم في الحديث الصحيح، تمام؟ طيب، الحديث الصحيح هو الحديث تصح نسبته الى قائل. ولو احنا بصينا للمنظومه البيكونيه، هو اللي هو بيقول لك فيها ابدا بالحمد مصليا على محمد خير نبي ارسل، وذي من اقسام الحديث عده، وكل واحد اتى وحتى اولها الصحيح وهو ما اتصل. اول حاجه صحيح وهو ما اتصل، اسناده ولم يشز او يعل، يروي عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. طيب، نركز على الصحيح. الحديث الصحيح قلنا ايه هو؟ اول حاجه يكون كل السلسله يكون كلهم عدول، يعني كلهم ناس ما بيرتكبوش كبائر، ولا بيصروا ولا يعني ولا مصرين على الصغائر، ولا بيرتكبوا حاجه من خوارم المروءه،
تمام. يعني ما ينفعش تروح حديث عن حد بي بي بيقتل او بيزني او 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 او, أو. فده بالشخص العدل تروى عنه. لذلك مثلا لما واحد راح ياخد حديث وسافر من بلد لبلد وراح على روح حديث فبيقول لحديثنا قال طب استنى بس هندل حمار وعمل بجانبها بتاعت كده على اساس الحمار يفتكر ان فيها اكل فالحمار جه وراح ماسكه قال له ما كانش فيها اكل قال لا قال له انت بتكذب على الحمار وعايز ناخد منك حديث. ما ينفعش ان يبقى في حد جذاب في السند، ما ينفعش يبقى في حد عمل حاجه غلط او ارتكب حاجه من الكبائر او مصر على الصغائر، لان لازم نصفي الكلام وما ناخدش مثلا. يعني انت بتسمع واحد مذيع كل مره بيجري وقال كلمه جديده فتسمعها منه وتصدقها وتقولها ازاي؟ يعني ما دام حد اشتهر بان هو كذب اكتر من كذبه خلاص هي كذبه واحده كفايه تمام. الا بقى لو ثبت توبته، يعني واحد عمل حاجه من حاجات الحرام وبعد كده حد تاني جه قال لا تاب واناب ومبقاش يعمل كده وبقاله مثلا خلاص من ساعه ما حصل الموضوع دوت ما عملش موضوع فخلاص. خوارم المروءه حسب المنطقه، يعني المنطقه بتاعتك مثلا اللي ياكل في الشارع دي عيبه، اهل المدن كده يقول لك اللي ياكل في الشارع عيبه. انا من الارياف، في الارياف اللي تاكل في الشارع دي حاجه جميله جدا، ان هي من الكرم مثلا ان اي حد عدى تعالى كله ويقعد ياكل معاك. فهي حاجه ممكن ما تكونش من كبائر بس حاجه بيستعيبها الناس، فما ينفعش تاخد من حد يكون بيعمل حاجه سيئه. الضابط اللي هي الضابط اللي هو ضابط الحفظ، يعني واحد عنده قدره على الحفظ، ما ينفعش واحد كل شويه يقول لك حاجه وتوهم يغلط لك في حاجات وبتاع، فده بيترك يقول لك الراجل ده قوه حفظه ضعيف. وساعات يقول لك الراجل ده كان قوه حفظ لحد فتره معينه حصل له مشكله فمن ساعتها حفظه في الناس اللي اتجوز مثلا تمام، فخلاص من ساعه ما اتجوز ما بقاش نشوفه. وال لا في فعلا ناس مثلا كتبها اتحرقت او بيته اتحرق او حصل له حاجه فحفظه طار منه خالص. فلازم يكون عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. طيب واتصال السند، يعني اتصال السند يعني كل واحد هنا من السند دول، احنا قلنا مثلا في السند فيه 20 واحد او طبعا كل ما العدد يقل كل ما يكون احسن، اللي هو عدد ايه؟ اللي هو اللي بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا البخاري بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات ثلاثه وفي بعض الروايات اربعه وفي بعض الروايات خمسه. فلما يقول لك فلان 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 ثلاثه، فالثلاثه دول سهل ان انت تتاكد ان هم عدول وضبط وان هم اتقابلوا وكل الحاجات دي. طيب بالنسبه بقى للشذوذ والعلو، دي علتين كده لو موجودين خلاص يبقى الحديث ده مش صحيح. الشذوذ اللي هو ايه؟ مخالفه الثقه لمن هو اوثق منه سواء في الحفظ او في العدد. يعني ايه؟ يعني واحد روى حديث وقال مثلا كلمه معينه، فجي واحد تاني روى الحديث دوت بكلمه تانية وهو اقصر حفظا، عالي جدا في موضوع الحفظ، خلاص يبقى ناخد بروايه الاقصر حفظا. وممكن مثلا حاجه تانية يكون اقصر عددا، يعني في واحد روى عن شيخه حديث بلفظ معين وجي بعد كده كل التلاميذ اللي حضروا للشيخ رووا بكلمه تانية. زي مثلا حديث معروف جدا حديث صحيح يقول لك ايه؟ سبعه يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله. في حديث تاني موضوع مكذوب اللي هو سبعه لا يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله. حديث صحيح سبعه يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله. من ضمن حاجات ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم الحديث الصحيح حتى لا تعلم شماله ما ينفقت يمينه. ده الحديث الصحيح اللي كل الناس رووه. ليه؟ لان انت تطلع صدقه بيمينك فشمالك ما تعرفش. ففي واحد اتلخبط في الحديث ورواه حتى لا تعلم يمينه ما انفقت شماله، فده حديث شاذ ومحطوط في كتاب مسلم لان هو كان عايز كمثال. يعني الامام مسلم في حاجات لذيذه في الكتاب بتاعه، والامام البخاري برضو الكتاب بتاعه قوي جدا. يعني اسم الحديث، يعني هو بيبوب الحديث باسم بيديله اسم، اسم الحديث ده تقدر تعمل فيه رساله دكتوراه. يعني في ناس كده عملوا كتب بيقصد ايه بمعنى الحديث، ايه علاقه الكلمه دي بدي، حاجه في منتهى الرائع لان هو من الناس اللي عندها فقه جامد جدا الامام البخاري. بعيدا عن موضوع تجميع الحديث هو من افضل الناس في موضوع تجميع الحديث، بس هو كان عنده فقه، يعني هو يعتبر من الفقهاء. يعني في بعض الناس تقول لك ان هو الفقه بتاعه
زي الإمام الشافعي والإمام مالك، كان فقيه جدا بس هو اشتهر بكتاب علم صحيح. طيب أشهر الروايات عندنا، في ناس اختلفت، في ناس قال لك الزهري عن سالم عن أبيه، في ناس قال لك محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، في ناس قال لك مالك عن نافع عن ابن عمر. ده في البخاري كان يقول لك إن أصح حديث اللي هو السلسلة الذهبية مالك عن نافع عن ابن عمر. في بعضهم قال لك الشافعي لأن هو أفضل من روى عن مالك عن نافع عن ابن عمر. طيب مين أول واحد جمع الحديث؟ أول واحد اعتنى بالتركيز على موضوع جمع الأحاديث الصحيحة ويركز على الصحيحة الإمام أبو عبد الله محمد إسماعيل البخاري، وبعد كده جيت الميزو اللي هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، ودول يعني أصح كتب الحديث. طب أيهما أصح؟ اختلف قوما عندي في البخاري ومسلم وقالوا أيهما تفضل أو أيهما أفضل، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن صناعة مسلم. فالإمام البخاري هو أرجح لأن هو اشترط إن يبقى في رواية إن فلان ده قابل الشيخ بتاعه وقابل منه الحديث. تمام؟ إنما الإمام مسلم اشترط المعاصر إن هما الاثنين يكونوا عايشين في نفس الفترة. لذلك إحنا قلنا من شروط علم الحديث الشذوذ والعلة، العلة بقى يبقى فيه علة خفية. كلمة علة يقول لك إيه؟ حد معلول عنده مرض. علة خفية مش ظاهرة، حاجة مش ظاهرة. يعني أنت تبص على الحديث تلاقيهم كلهم صحيح صحيح. يقول لك بقى ايه؟ لا خلي بالك في عله مش ظاهره. ايه العله اللي ظاهره؟ يقول لك فلان قابل فلان فعلا بس ما خدش منه ولا حديث، ده قابله وشافه هو بيصلي بس ما خدش منه حديث. تمام؟ دي من ضمن العله الخفيه مثلا، انه يقول لك لا خلي بالك ان فلان ده لما خد منه حديث كان كبر في السن وبقى الحديث عنده مش مظبوطه فما تاخدش منه الحديث. طيب هل البخاري ومسلم فيهم كل حديث صحيح؟ لا، حتى الإمام البخاري سئل عن حديث فقال لك الحديث ده صحيح، قال له بس هو مش في الكتاب بتاعك، قال له ومن قال ان انا حاطط كل حديث صحيح في كتابي؟ في احاديث صحيحه كتيره جدا مش موجوده في الكتاب بتاعه. ولذلك في مثلا كتاب المستدرك على الصحيحين للامام الحاكم بدا يجمع الاحاديث الصحيحه اللي مش موجوده في البخاري ومسلم. وطبعا في ناس يعني قالوا انت في بعض الاحاديث اللي حطيتها مش صحيحه وهكذا، يعني اتناقشوا فيها. زي الامام صلاح قال لك هو استدرك عنهم احاديث صحيحه، وان كان بعض الاحاديث اللي استدركها مش لا تصل الى درجه الصحه بتاعت الامام البخاري ومسلم، بس هو في الاخر في احاديث كثيره هم مش موجوده في البخاري ومسلم، لان هو هم مش ملزمين ان هم يحطوا كل الاحاديث، هم حاطين شروط معينه وصفوا الاحاديث اللي هم عايزينها. طبعا في كتب كتير اعتنت بالبخاري ومسلم ان هو اشترط الصحه. في كتب تانية للسنن فيها احاديث صحيحه وفيها احاديث ضعيفه. احنا عندنا اشهر ست كتب او هم بيسموهم كتب السته، البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابو داود وابن ماجه. السته مش عرب غير الامام مسلم من الحجاج بن مسلم القشيري، ده الوحيد العربي. انما الامام البخاري من بخارى، الامام الترمذي من ترمذ، ابو داود السجستياني من السجستيان، فمفيش حد فيهم عربي او ينسب لدوله عربيه، يعني متولد عربي من قبيله عربيه غير الامام مسلم. طيب لو فهمت الحديث الصحيح فانت فهمت جزء كبير جدا من علم الحديث، وحاول تطبق الكلام وتطبقه في حياتي العمليه. لما بسمع خبر في الشغل مثلا قالوا عن مرتب اتاخر، مرتب ما اتاخرش، سمعته من مين؟ سمعته من فلان. طب فلان ده كل مره بيكذب علينا، نصدقه ازاي؟ لا سمعته من الاتش ار. طب خلاص انت راجل ثقه ولا مش ثقه؟ فنبدا نشوف صحه الروايه عشان نتاكد من الخبر. فان شاء الله لما تتقن علم الحديث ونسال الله ان هو يعلمنا في ديننا هتبدا تعرف ان حد صحيح، تبدا تميزه، وده اهم حاجه. وبعد كده لو الحديث مش صحيح اكيد هيبقى ضعيف. تمام؟ ففي رتب بقى للضعيف، في كذا رتبه من رتب. في ناس بيحطوا بين الصحيح والضعيف حديث حسن، يعني هو مش وما وصلش درجه صحيح بس في حاجات بسيطه، في مثلا ان في راوي في ضعيف وهكذا. هنبدا نناقش موضوع الحديث الحسن والضعيف والموضوع والمصطلحات اللي اتقالت في القصيده الجميله ديت ان شاء الله، ونسال الله ان هو يفقهنا في ديننا وان احنا ان شاء الله يعني نطلب العلم.